70 328 600. عبد الله القاسمي مراسلنا معنا في المباشر باش يحكي لنا على المشاكل اللي مطروحه في نيانو بعد الوقفه الاحتجاجيه. صباح الفل. صباح الورد. اذا تحيه لكل الساده المستمعين. اذا منطقه نيانو للتذكير هي منطقه معناها اندلسيه من الاصول الاندلسيين في جرومباليا. المنطقه دي حلوه لكن فيها شويه مشاكل وشويه مطالب نتاع مواطنين، اهمها الطريق نتاعهم، معناها يطالبوا بتعديل الطريق ما بين طريق ابن خلاد ومنطقتهم، وهذاك علاش يعني قاموا مؤخرا بوقفه احتجاجيه وحاولوا، وفي الواقع هم غلقوا الكياس لكن تم رفع معناها الاحتجاج نتاعهم بوعود. من المشاكل الاخرى عندهم مشكل شويه نتاع الجوات، عندهم بعض مشاكل اخرى. حبينا ناخذوا معناها ونطرحوا المشكل هذا على مراد الاخويني رئيس الدائره البلديه بنيانو. معنا بالضبط معنا هو في المباشر سي مراد الاخويني. صباح الفل سي مراد، شنو احوالك سيدي؟ تحية ليك لخمين وسي عبد الله وكل مستمعي راديو مات. ربي فضلك وشكرا على تحت هذه الفرصة. ماذا بينا حابين نوضح الصورة بالضبط والبلدية كيفش دخلت في هذا الموضوع؟ تفضل سيدي. والله ماكم تعرفوا كما نعلموا الناس كل التهميش اللي صار لمدة 30 سنة، فهمت، خلى البنية التحتية متاع مدينة نيانو تعبة برشا، و وبالأخص كملة الأمطار الأخيرة اللي صارت المدة الأخرى كملت عليها، فهمت، والحفر والطبع، وحتى السيارات تكاد ما عادش تنجم تسير في الطرقات. والمشكل الكبير اللي مدينة نيانو يقطعها ثلاثة طرقات مرقمة، معناها 70 متر جهوي وبالتجهيز أساسا. قمنا بعدة اتصالات مع البنك الجهوي والتجهيز، وأدرجنا هذه الطرقات في لائحة الأضرار اللي صارت لمجابهة الكوارث. طيب أي في القسط الأول. من بعد اتضح اللي هما تنحاو من القسط الأول. إيش معناه تنحاو؟ ما فهمتش. لم درجوا من الاول وبعد ما قيناهمش، ما فهمتش معناتها قيموا من الاول اللي حطوها في قائمه الاضرار هذيا وباش يصلحوا باش يدخلوا في طريقه هذيا في اللائحه الاولى، من بعد في لائحه اخرى تنحى الطريقه هذيك ما عادش موجود في الحسبه نتاع ممكن لجنه مجابهه الكوارث هكا. هذه في اللائحه الاولى معناها قمنا بمجهود وانا السيد معتمد والاعضاء. من بعد وكيف ما درجوش في ولينا معناها عملنا جهدنا معناها في القسط الثاني، ادرجنا الطريق الرئيسي اللي يجي من بوشريك حتى المدرسة نيانو، معناها هذا ادري جاء قريب شي يبدا يشرع فيه. سي مراد خلينا باش ممكن نسهل عليك اكثر، نفهم انه شويه تراك نتاع الميديا احنا ديما نحاولوا نسهل لكم اكثر الامور، بس سي مراد اللي نفهمه انه توا فما اشغال باش يتم في الطريق هذا. اي نعم سي. طيب وقتاش الاشغال هذه تبدا؟ هذه التويكه ما هي ادرجت 20 مليار للمنطقه لولايه نابل، فهمت، من بينها الطريق هذايا الطريق الرئيسي اللي من بوشريك للمدرسه الابتدائيه بنيانو. اي وفما الطريق المرقم 316 من حي الازدهار كرومباليا الى نيانو تم تصليحه وإعادة القنطرة الموجودة به. أي وقتاش؟ حسب المجلس الجهوي والتجهيز في جويلة ان شاء الله. في جويلة ان شاء الله تنتبعوا معكم الموضوع هذا. شكرا لك مراد الاخويني، بارك الله فيك على تدخلكم معنا. احنا باش نواصلوا المشاكل الاخرى المطروحه في الكابون، كل يوم نطرحوا اشكاليات البلديه، تابعوا مع بعضنا انتم زاد مواطنينا، خذوا دينا وتقولوا لنا مثلا الوقت الفلاني قالوا انه باش ينطلق المشروع هذا باش يتصلح وما مشاتش الامور، خلينا نتابعوا مع بعضنا الاشكاليات المطروحه. فما مشاكل اخرى زاد توا موجوده في كياساتنا، موجوده زاد خاصة عند وسائل النقل والإضراب اللي ما تشاركش فيه لوتيكا واللي أعلنت بلاغ ليه وتقول وأنه ماناش معنيين بالإضراب، إضراب قطاع النقل اللي كان مبرمج تقريبا الأسبوع الفارط. سي سالم.